إن منطقتنا العربية والإقليم لن تنعم بالاستقرار طالما العراق الشقيق يفتقده. فالعراق مهد الحضارات، غني بموارده البشرية والطبيعية، ومتميز بموقعه الجغرافي، وأحد الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في منطقتنا. وباستقراره يستتب أمن المنطقة وتتعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ما بين دولها. فالعراق وعلى الرغم من المعاناة والأوضاع الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية والتحديات الأمنية الكبيرة التي عاش في ظلها خلال محاربته للإرهاب والتطرف، إلا أنه استطاع وبإرادة شعبه وبدعم من المجتمع الدولي تجاوزها والتقلب على الجزء الأعظم منها. والدليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم في العاصمة بغداد، والتي كان لها نصيب كبير من هجمات الجماعات الإرهابية.